خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا كريم احمد، واستكمالا للقاءات المهمه في الملعب معنا مودي الجرحي وكريم احمد. اتفضل يا كريم. انا يا كابتن هيثم، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي فور الفوز بيطمن على اللعيبه من خلال طبعا كابتن فريق النادي الاهلي كابتن مودي الجرحي. الكابتن قال ايه؟ الكابتن بيبارك لنا طبعا على المكسب ده، وهو عاجبه قوي الروح طبعا والحماس اللي بيلعب زي ما بيلعبش، فهو طبعا بيبارك لي وبيقول لي كمان بلغ اللعيبه ان في مكافاه ايجاد على التعب ده وفي احتفاليه، فطبعا دي مش غريبه على كابتن محمود. يعني احنا ما خدنا البطوله العربيه والمرتبط عملنا نفس الكلام، وانا وعدته ان شاء الله باذن الله ان فاضل الدوري باذن الله باذن الله هيبقى النادي الاهلي السنه دي. قيمه كبيره جدا الحقيقه كابتن محمود الخطيب وتواجده معاكم ومساندته ومؤازرته، يعني بتبقى ليها مردود كبير جدا معاكم ومود على ما اعتقد. اه طبعا دي طبعا يعني صراحه مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب موفر لنا كل حاجه وفي ظهرنا، وبالسنه دي بالذات احنا حاسين ان هم في ظهرنا جدا. احنا زعلناهم كذا يعني الفتره اللي فاتت يعني، بس الحمد لله بنعوضهم السنه دي وباذن الله الدوري باذن الله. كمان بصمم على الدوري عشان اهم حاجه عندنا الدوري باذن الله. حبيبي شكرا. شكرا كابتن هيثم. الحقيقه يمكن احنا كنا سجلنا طبعا مع المودي الجرحي، لكن في اللحظات اللي انا كلمتك فيها كان الكابتن محمود الخطيب بيتواصل طبعا كعادته القيمه والاسطوره الكبيره ورمز كل الاهلاويه. حيا اللعيبه وحيا طبعا الجهاز الفني على ادائهم المميز جدا على فريق الاتحاد السكندري. القيمه الكبيره المتواجده كابتن محمود الخطيب ده مش جديد عليه، يا رب ان شاء الله باذن الله تكون افراح وانتصارات للنادي الاهلي. واسيبك من جديد واسيب كل جمهورنا العظيم مع لحظات التتويج ورفع الكاس للنادي الاهلي البطوله العشره والعشره اهلي. اكيد يعني يمكن تهنئه الكابتن محمود الخطيب هي اكبر تقدير ادبي الحقيقه للفرقه وشعور رئيس النادي القيمه الكبيره كابتن محمود الخطيب بالروح اللي كانت في الملعب واشادته بيها واشادته في تهنئته بالانضباط السلوكي. وطالما اكد على الانضباط السلوكي كابتن محمود الخطيب في كل كلماته الى ابنائه من لاعبي النادي الاهلي ان الانضباط السلوكي هو من يؤدي الى الفوز،